ان شاء الله النهارده هناخد طريقه ضبط تيار الاوفرلود وتيار الشورت سيركت لمفتاح مولدت كيس سيركت بريكر او ام سي سي بي، ده اختصار مولدت كيس سيركت بريكر. المفتاح اللي قدام مننا ده مفتاح ال اي بي بي. المفتاح ده لو احنا قربنا منه كده شويه هنبص نلاقي المفتاح هنا، ده مفتاح يتحمل لحد 400 امبير، مكتوب عليه اي ان تقريبا او بتساوي تقريبا 400 امبير، يعني المفتاح ده 400 امبير، يعني لو عدى فيه 450 امبير يبدا المفتاح ده بياخد قرار ويفصل، بيعدي فيه بيتحمل لحد 400 امبير. طبعا ممكن اخلي المفتاح ده يتحمل اقل من كده، يعني هو مثلا ممكن اظبطه على 160 150، ده اللي هنشوفه في حاجه اسمها الاوفرلود. الاوفرلود ده هنا المؤشرات اللي تحت دي، بنبدا نشيل الكفر ده كده اهو، هيبدا عندنا مجموعه من الزراير اللي انتوا شايفينها اهي، هنخليها على وضع. بص هنا هتلاقي مفتاح التيار اي 1 ده، اي 1 ده هو تيار الاوفرلود اللي هيتحمله المفتاح دوت، يعني المفتاح ده ممكن اظبطه على 160 امبير. 160 امبير ازاي؟ يعني لو عدى فيه اكتر من 160 امبير بيبدا يفصل. طب ما هو بيتحمل 400، لا انا ممكن اعمله اقل من كده. طبعا ازاي بقى الكلام ده؟ بنبدا احنا الاي 1 ده هو بيقول لك في معادله هنا بيقول لك اي 1 بتساوي اي ان مضروبه في 4 من 10 زائد شويه الارقام دول كده. طب شويه الارقام دول يعني انا مثلا لو عايز لو انا خليت دول الارقام ده هنا هتلاقي الوضع ده يا صفر يا اما 4 من 100، يا صفر يا 8 من 100، يا صفر يا 16 من 100. اهو يا صفر يا 16 من 100، يا صفر يا 32%، هتلاقي مؤشر 1 2 3 4. طيب لو احنا خليهم كلهم صفار كده تحت المؤشر ده يعني اهو بيتحرك فوق وتحت، لو انا غيرته هتبص ليه بيتحرك فوق فوق كده وتحت اهو، وبرجع ارجعه تاني. طيب عايز اخلي الامبير بتاع ده 160، يبقى انا لو خليتهم كلهم اصفار هتبص تلاقي الاي 1 ده بيساوي اي ان اللي هو 400 لفوق، 400 دي بيساوي 400 مضروبه في 4 من 10، 400 في 4 من 10 بيتحمل 160 امبير، يعني لو عدى اكتر من 160 امبير بيبدا المفتاح ده بيحس ان في اوفرلود عليه، تيار زايد عليه فبيبدا يفصل. طب بيفصل ازاي؟ بيفصل عن طريق التايمر ده، او ده بيفصل عن 3 ثواني 12 ثانيه، ده هنشوفه قدام. طيب لو انا رفعت المؤشر ده كده لفوق كده كده تيار الفصل بقى مش هيساوي 4 من 10 مضروب في 400، لا هيساوي 4 من 10 زائد 4 من 100 لان انا مشاور 4% مفعلها، يبقى بقت 44% مضروبه في ال 400، يعني كده بقى بيتحمل 176 امبير تقريبا. طب لو رفعت ده كده يبقى كده هيساوي تيار الاوفرلود هيساوي 4 من 10 مضروبه في 4 من 10 زائد 4 من 100 زائد 8 من 100 عشان احنا رافعين على 8% وهنا في صفرين لان هم جاي على الصفرين، مضروبه كله ده مضروبه في ال 400، يعني تقريبا بيساوي 4 من 10 و8 من 4 من 100 و8 من 100 بيساوي 12 من 100 زائد ال 4 من 10 بيساوي 52 من 100 مضروبه في ال 400. طيب لو انا رفعت ده كله مع بعضي كده اهو اهو المؤشر ده كمان كده، ده كله ده معناه 32 وزائد 16 زائد 8 من 100 زائد 4 من 100 كل ده بيساوي 60 من 100 يعني 6 من 10 زائد 4 من 10، 6 من 10 زائد 4 من 10 بيساوي 1 صحيح. يبقى لو ضربت الواحد صحيح في الاي ان اللي هو بيساوي قيمته 400 هنا يبقى كده بيساوي 400 كله، الاي 1 ده بيساوي 400 امبير، يعني المفتاح بيتحمل كده اقصى طاقه ليه بيتحمل لحد 400 امبير بالكامل عليه. طيب لو انا حبيت هو حس باكتر من 400 امبير بيبدا ياخد القرار حسب زي ما انت عايز، يعني بعد 3 ثواني يا اما بعد 12 ثانيه حسب المؤشر ده ببدا اقول، لو انا عايز ياخد بعد 3 ثواني ولو انا عايزه ياخد بعد 12 ثانيه بقول بالمؤشر ده اللي انا عايزه. ده بالنسبه لتيار الشورت سيركت، تيار الاوفرلود سوري. يعني احنا لو ظبطنا على 160 امبير كده رجعنا تاني زي ما كان اهو، وظبطناه على 160 امبير وعدى 200 امبير، يبقى معنى كده ان انا اوفرلود عليه، مش شورت سيركت ده اوفرلود عليه يعني حمل زايد، فبيبدا ياخد قرار بعد التايم اللي انت ظبطته عليه ده كده بيساوي 4 من 10 في 400 ب 160 امبير، بياخد قرار بعد التايم اللي انت بتقول عليه بعد 3 ثواني
يا إما 12 ثانية فقط. أوكي، نرجع لظبطة الشورت سيركت. ظبطة الشورت سيركت، تيار الشورت سيركت هو تيار القفلة، وده بيبقى تيار كبير جدا، ممكن يوصل لست أضعاف من ضعف التيار الطبيعي اللي هو 400 أمبير لتقريبا ست أضعاف. يعني احنا لو جمعنا هنا اي شورت اي 2 هو تيار الشورت سيركت. تيار الشورت سيركت ده بيساوي ايه؟ تيار الشورت سيركت ده بيساوي الاي ان اللي هو 400 امبير مضروبه في 1 زائد 1.5 زائد 2 زائد 5.5. يعني احنا لو فعلنا كل دول رفعناهم لفوق، هو اوريدي دلوقتي حاليا مظبوط على 5.5. يعني لو عدى شورت سيركت هيعدي قيمته 400 امبير اللي هو الاي ان، اي ان 400 امبير مضروبه في فقط ال 5.5، لان احنا رافعين ال 5.5 فقط. يعني رقم كبير جدا يتجاوز اللي هو 2000 امبير، وده رقم كبير جدا. بعد كده بيبدا المفتاح بيعمل تريب، ده هو الشورت سيركت. اقل من كده بيعتبر اوفرلود. طبعا انا ممكن اخليه يتحمل قيمه شورت سيركت اعلى من كده بكتير، يعني ال 5.5 زائد 2، اخلي الاثنين كده فوق اهو. لو عايز اخليه يتحمل 5.5 زائد 2 زائد 1.5 اهو، بخليه ده كل ده فوق زائد 1، بقى كده مجموع الشورت سيركت بيتحمل 1.5 و1 بقى 2.5، 2.5 و2 4، 4.5 و5.5 10، يتحمل 10 اضعاف قيمه الاي نورمال او الاي ان. ده الشورت سيركت ممكن يتحمل ال 10 اضعاف دولت ويبدا ياخد قرار يعمل تريب فيه. طيب في عند التايم بتاعه زمن الفصل، ده لازم يكون تايم سريع جدا غير الاوفرلود. ده تايم الاوفرلود بيبقى بالثواني، لكن ده بيبقى جزء من الثانيه. يعني ازاي؟ بيبقى يا اما 1/10 من الثانيه يا اما 25% من الثانيه. لازم يكون قرار سريع جدا، وده بيستخدم في الظبط ده بيستخدم في حاجه اسمها الكوردينيشن او الظبط بين المفاتيح. يعني انت لو عندك مفتاحين، وده هنعرفه في فيديو بعد كده لاحق باذن الله. لو انا عندي مفتاحين، ازاي انا اعرف مفتاحين زي بعض، اعمل كوردينيشن او ترتيب بينهم، اشوف مين اللي يفصل قبل مين. دي كده ظبطت الاوفرلود وظبطت الشورت سيركت بالنسبه للمفتاح. في بعض الحاجات هنا ودي خاصه بالكيرفات اللي هي الاس والاي دي خاصه بشكل الكيرف، وده هناخده في فيديو تفصيلي باذن الله تاني.